مساء النور عليكم، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي. اليوم بغيت نتقاسم معكم عاوتاني واحد العشاء اللي فيه اكثر من يعني اربعه ديال الحوايج، هما خفاف الظرف، ولكن باش ما يجيش الفيديو طويل قلت غادي ندير معكم اليوم جوج، وان شاء الله في واحد الفيديو اخر غادي نقدم لكم يعني جوج اخرين، هما وصفات خفاف بزاف. وهانتوما معايا. بالنسبه ليا كما شفتوا سلقت البطاطا، خمسه ديال البطاطات يعني حسب الناس ديال العائله او عدد افراد العائله. خليت وحده باش نقشرها لانه كاينين معايا متتبعات فرنسيات اللي ما كيفهمونيش اش تنقول، ولكن تيتبعوا الحركات ديولي، لهذا يعني كنضطر انني ندير التفاصيل. كما قلت لكم وفكرت يعني حتى راجلي قالها ليا وحتى بناتي قالوا لي، ديما ملي بديت القناه قالوا لي انني ندير قناه بالفرنسيه، لانه صراحه يعني هنايا كلشي كيقدر اي حاجه كديريها كيقدروها الناس. كاينين بزاف الناس اللي تيقولوا لي بغينا نتبعوك ولكن احنا ما كنعرفوش العربيه وما كنعرفوش اش تقولي. الهدف ديالي في القناه ديالي في الاول كان هو انني نقدم وصفات بسيطه بالنسبه للمراه المغربيه. حنا عرفنا اننا احنا في المغرب يعني كنقلبوا على شي حاجه زوينه وتكون بسيطه، ولكن لسوء الحظ ما كاينش تجاوب. المهم ان شاء الله غادي نشوف من بعد واش نقلبها فرنسيه ولا نقلبها شي حاجه اخرى ولا نشوف. بالنسبه لي خديت واحد المول اللي دهنته بالزبده ورشيت عليه الثومه غبره، اللي ما عندوش الثومه غبره كيرش كيحك الثومه، ويعني كيديرها في القاع ديال سميتو ولا كيحكها المول. البطاطا اللي سلقت سنقطعها على هذا الشكل، وانتوما تقدروا تقطعوها على الشكل اللي بغيتو. كنحطها في المول بالنسبه لي انايا. غادي نستمر باش ندير هذاك الشيء اللي كيعجبني، سواء كان عنده اقبال او ما عندوش. المهم نشوف انا اشنو بغيت واشنو كيعجبني ندير، الحاجه اللي لقيت فيها راحتي هي اللي غادي ندير، سواء يكونوا متتبعين او لا ما يكونوش. المهم كما قالت شطماطة في اللقاء اللي جمعها في دوزيم مع اجيت فهم ومع يعني راه كانوا شي ربعه، كما قالت قل لي من تشاهد اقول لك من انت، كل واحد كيمشي مع الموجه اللي كتعجبو. واليوتيوب عامر قنوات، الفيسبوك عامر قنوات، تويتر عامر قنوات، انستغرام عامر، يعني كل واحد كيمشي مع داكشي اللي يعجبو، كل واحد كيدير داكشي اللي كيرتاح فيه. وانا كنرتاح انني ندير الكوزينه وندير هاد الوصفات، وماشي غير هادشي يعني ان شاء الله. كما قلت لكم يعني عندي واحد الفكره انني داكشي اللي كنلقى فيه راحتي نديرو، سواء كان اقبال ولا ما كانش. المهم نكمل الوصفه بلا ما نخرج في واحد الموضوع اخر. عندي هاد لاكريم فريش ليكيد، بالنسبه اللي ما عندوش لاكريم فريش كيهز الحليب ومع الفرماج تيحكو وتيدير فيه البزار والملحه. لاكريم فريش كتجي صراحه البطاطا زوينه، وكتجي كيجي فيها واحد المذاق زوين، و تيكون داك ديك الكريم فريش مع الفرماج تكون خاطره. كندير فيها شويه الملح وشويه البزار اللي كنهز هنا بالفرشيط، نتوما غتهزوا بالمعلقه، ولكن انا راه عينك ميزانك يعني بحال
كنطربهم كاملين قبل من نخويات لا كريم فريش. كنهز الفرماج محكوك، وانتم اي حاجه عندكم يعني الفرماج ولا ما بغيتوش ما كديروش، المهم غير هو راه كيزيد واحد النكهه واحد الاضافه في الطبق هذا ديال البطاطا. كنديروا على البطاطا وكنحاول انني ندخلوا كاع في البطاطا كامله، باش ملي كنهزها ملي كطيب وكتهزيها هكا بالمعلقه تيبقى داك الخيط هكاك. كنخوي عليه الكريم او كما قلت لكم تستبدلوه بالحليب مع الفرماج مخلط. او كاينين حتى لي كريم ديال الطياب حتى هما كيجيو زوينين. المهم كل واحد كيدير داكشي اللي كيعجبو داكشي اللي متوفر عنده. حنا كنتقاسم معكم غير الفكره ولا باز ديال الحاجه لا اقل ولا اكثر. صدقوني هاد البطاطا كتجي واعره، تجي فنه يعني، تقدر تكون غير هي بوحدها طبق ديال العشاء. صافي غادي نديها للفران وغادي ندوز لوصفه اخرى باش نقدمها معكم. هنا كما كتشوفوا عاوتاني البطل ديال الوصفات اليوم هو الكروفيت. ديجا نقيت وقشرته وخليت واحد الجوج كما قلت لكم باش المتتبعات اللي معايا هنا يعرفوني شنو درت. كنحيد ليه ديك القشره، تنخلي ليه ديك لاكو، بالنسبه للقشره ديال الكروفيت ما كنضيعهاش، كنديرها في واحد البلاستيكه وكنديرها في الكونجيلاتور. ملي كندير الشوربه ديال الخضره ما تيكونش عندي الحوت، هذاك الماء ديال سميتو ديال الكروفيت فاش كنسلق الخضره كتعطي واحد النكهه ديال السمك غزاله لديك لا سوب. اولا ملي كندير شي حشوه هكا اللي تيكون فيها الحوت ولا الطون ولا تنمرقها شويه بهاد لو جو. هنا كنحاول نخرج ديجا راه نقيتهم، غير كنشوف اللي باقي ما تنقاوش داك الخيط اللي تيكون الداخل، واحد الخيط تيكون كحل ضروري خصنا نقيوه من الداخل ما خصوش يتكال. يعني نقيتهم تقريبا كاملين، بقاو ليا شي وحيدات. وتنشوفوا من الظهر ديال الكروفيت او من البطن تيكون غالبا من الظهر، مهم راه تقريبا نقيتهم كاملين هاد لي كروفيت، بقاو لي يمكن شي جوج هكاك ولا ثلاثه. شتو في تيكون تنشدو بواحد الكوردون، تنجبدو هكا بواحد الفيلير ولا الكوردون ولا كنستمر تنقلب على اللي ما نقيتش باش نقيهم. وها نتوما معايا، تبعوا معايا الوصفه ان شاء الله غادي تعجبكم مزيان، لانها يعني غادي نطيبوا على الطريقه الاسيويه. هو داك الخيط شتوه
يعني كتجره. صافي مشيت نغسل يديا، عندي الابيض ديال جوج بيضات، كان بقى شاط ليا من واحد واحد الحلوه درتها عفوا. بالنسبه لكم نتوما كتعزلوا الاصفر عن الابيض، يعني كتاخذوا بيضه وكتعزلوا الاصفر عن الابيض، انا شاط ليا ما بغيتش نضيعه، لهذا قلت باش نستغله. كنزيد فيه شويه البزار وشويه ديال الملح حتى هو فالابيض ديال البيض، كنطربو مزيان، ماشي بالضروره يطلع لينا بحال المورانغ، المهم غير يكون مطرب. وتنهز لشابليور كندوز لي كروفيت من داك الابيض ديال البيض المطرب وكنديرو فواحد لاشابليور، هاد لاشابليور ضروري تكون غليظه، ماشي ديك لاشابليور اللي كتكون يعني مطحونه مزيان باش يلصق فيها وتيجي واحد واحد لوغو كروستيون. نستمر على هذه الطريقه، ندوزهم من ابيض لبيض وكندوزهم بلا شابليور وكنديرهم فواحد الطبصيل هكا حتى كنبغي نقليهم. نسيت نكمل الكميه اللي بغيت، ما غاديش ندير هذه الكميه كلها، وهاني حتى نكملهم وغادي نرجع معكم باش نقليوهم ان شاء الله. الشكل ديالهم كيجي على هذا الشكل، وانتم معايا. صافي ملي كملت الكميه ديال لي كروفيت اللي بغيت ندير، درت الزيت هاد المره ضروري من الزيت، نورمالمون انا كنتفاداها بزاف، يعني داك القلي كنتفاداه، ولكن ضروري ضروري شي نهار اننا نطيحوا في هاد لو بياج تاع الزيت. درت الزيت المهم حتى كيسخن مزيان، وكندير فيه لي كروفيت ديالي بكل بساطه، ولكن صدقوني كيجيو روعه 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 في المذاق، وتنشموا فيهم حتى داك ريحه الثومه اللي درت والبزار وداكشي تيجي فني. صافي تنخليهم حتى كيتحمروا من الجانبين، وانتم متبعين معايا المراحل. صافي تحمروا ليا، غادي نحيدهم باش ندير ما تبقى. صافي كملت الكيمياء كلها، غادي نديرها
يعني فواحد سميتو حتى كتشرب داك الزيت، وعاد باش ندوز نقدمها معاكم. كما قلت لكم في هذه الوصفه راه غادي يبانوا لكم وصفتين اخريتين، يعني اربعه وصفات خفاف بزاف، ولكن الوصفات اللي ما قدمتش معاكم هنا ان شاء الله درت فيديو خاص باش ما يجيش طويل. هنا وصلت للنهايه ديال الوصفه. لو غراتان هو خرجته من الفران، كما كتشوفوا فيها لا كريم فريش كي دايره كتعلكوا لي كروفيت. ها هما درتهم فاس التقديم هذا، غادي نديرهم لهم مع الكيتشوب، هما كيعجبهم الكيتشوب والمايونيز ولا صوص اونغليز. درت هاد لا سلاد هادي فاس التقديم هذا كما شفتوا، ودرت هاد لو بان دو مي. واخا كيشوف لكم هكا مع التصوير يبان لكم بحال لا محروق، هو راه غير محمر. ها نتوما كتشوفوا اللون ديالو اللي كيكون محطوط، يعني ملي تيكون قريب من الكاميرا تيبان لون هكا بحال، ولكن هو اصلا خصو يتحمر مزيان لانه تيكون بان دو مي تيكون هكاك لو بان عرفتو البان دو مي تيكون بحال لا معجن، خصو يتحمر مزيان. وتنديرو بهذا التقديم حتى هو، من بعد ان شاء الله غادي تشوفوا معايا الوصفات ديالو، شي حاجه رائعه 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 جدا. التقديم ديال العشاء ديالي على هذا الشكل هذا، الخيار مع مطيشه ولي كروفيت. المهم حرقت المراحل ولكن ماشي مشكل. صافي هذا هو العشاء بكل بساطه. كنتمنى الوصفتين ديال اليوم يكون عجبوكم، و يعني ما غاديش نقول لكم عاوتاني اشتركوا في القناه اللي عجبكم.